السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقاء، قبل أي شيء أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. أمانة مجلس الوزراء تصدر تنويها بشأن المسؤولين السياسيين. أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء استمرارها بتعليق استقبال المواطنين في دائرة المسؤولين السياسيين التزاما بتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية للحد من انتشار الوباء. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن دائرة شؤون المسؤولين السياسيين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت استمرار تعليق استقبال ومقابلات المواطنين للنظر في طلباتهم حفاظا على سلامة الجميع، ووضح أن القرار جاء التزاما بما جاء بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية بعد تفاقم الموقف الوبائي وازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مبينا أن الدائرة ستعلن عن موعد استئناف استقبال المواطنين في وقت لاحق. أمانة مجلس الوزراء تستفسر من المالية مدى توفير التخصيصات المالية لتثبيت أصحاب العقود. استفسرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء من وزارة المالية مدى توفر التخصيصات المالية لتثبيت أصحاب العقود المالية النيابية. توضح بخصوص الفضائيين وسلم رواتب الموظفين، أوضحت اللجنة المالية النيابية بخصوص سلم رواتب الموظفين التي تعاني من فوارق كبيرة بين الوزارات فضلا عن القضاء على الفضائيين ومزدوجي الرواتب. وقال عضو اللجنة جمال كوجر بتصريح أن الحكومة قد تعيد النظر في سلم الرواتب من خلال تفعيل دائرة الخدمة المدنية الاتحادية للقضاء على الفضائيين ومتعددي الرواتب. وأضاف كوجر أن هذا الأمر يخص الحكومتين الحالية والمقبلة، ولكن يبقى السؤال هل تستطيع الحكومة فعل ذلك؟ وتابع أن الحل يكمن بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم الرواتب، لكن المشكلة أن مؤسسة الخدمة المدنية المتمثلة بمجلس الخدمة الاتحادي ليس لديها ملاك بعد، وتحتاج إلى ترتيب نفسها كونها حديثة، وسيقع عليها عمل جبار إذا أخذتها الحكومة بجدية. وبين أن من خلال هذا القانون سيكون هنالك توحيد لسلم الرواتب وتوحيد قوائم الموظفين في الدولة في سجل واحد، وهذا الأمر ليس بالقليل، حيث سيتم اكتشاف مزدوجي الرواتب ومتعددي الرواتب والفضائيين. توجيه من أمانة مجلس الوزراء بشأن آلية منح القروض للمواطنين. بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي آلية تقديم التسهيلات المصرفية لمنح القروض من دون فائدة أو فائدة مخفضة في إطار توجه الحكومة العراقية لدعم القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفقا لبيان رسمي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وشدد بحسب البيان ببحث جدول أعمال اللجنة المعنية بمنح القروض الخاصة بمبادرة البنك المركزي على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام بتنفيذ المشاريع السياحية والترفيهية، ولا سيما في المحافظات التي تشهد استقطابا للزائرين وبالأخص التي تشهد سياحة دينية أثرية، وعلى دعم القطاع الخاص من قبل المصارف الحكومية من خلال منح القروض لغاية 100 مليون دينار بحسب الضوابط والتعليمات التي أعلن عنها من البنك المركزي. وأكد ضرورة دعم القطاع التعليمي من خلال منح القروض الخاصة ببناء المجمعات السكنية عن طريق الاستثمار بمنح الملاكات التدريسية والتعليمية في المحافظات التي أقدمت على توزيع قطع الأراضي السكنية، الأمر الذي سيسهم في إنشاء مدن حديثة ومتطورة تتوفر فيها جميع الخدمات. ووجه الغزي بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء يضم في عضويته ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الحكومية لوضع الضوابط والآليات والتي تسهم في تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح القروض إلى المواطنين. الكاظمي يحدد موعد الإعلان عن أسماء المستحقين لمبادرة داري السكنية. أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إكمال التسجيل على قطع الأراضي ضمن مشروع دار السكني، وقال الكاظمي في كلمة أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين الذين سجلوا على قطع الأراضي ضمن مشروع دار السكني في الموقع الإلكتروني خلال شهر. وأضاف أن عدد الاستمارات المستوفية للشروط عبر الموقع الإلكتروني لمشروع داري بلغ 3,463,921 استمارة.